هاخد الامر ده برضو واروح لواحد من المتخصصين في مجال المواني. والحقيقه برضو مهم قوي انه نشوف رؤيته في النقل البحري ايه والدنيا ماشيه ازاي. الدكتور محمد علي العميد والمؤسس لكليه النقل واللوجستيات، تاخدين بال حضراتكم من الـ من الـ من المركز، يعني العميد والمؤسس لكليه النقل واللوجستيات، يعني اكيد كل كلمه هتطلع من مثل هذه الخبراء مثل هؤلاء الخبراء بيبقى لها ثمن ولها وزن ولها ثقه ولها ثقه في هذا التطوير. برحب بك يا دكتور محمد، ازي حضرتك فندم؟ اهلا وسهلا جابر بيه. احنا في النقل البحري شغالين بنفس الهمه في القطاعات الاخرى في وزاره النقل او في مجال النقل؟ اكيد التطوير في المواني المصريه يعني كان اكبر من طاقه الاقتصاد المصري. يعني الحقيقه مصر نفذت مشروع عملاق لتطوير المواني المصريه. حد يحضرتك بعض الارقام عشان نحط مهم. يعني ارصفه المواني البحريه زادت من 37 كيلو ارصفه كانت كل اجمالي الارصفه في المواني الى 73 كيلو ارصفه. ومستهدف انها تصل ل 93 كيلو ارصفه ايضا. كان 37 دول امتى يا فندم؟ على اعماق يعني لحد امتى ال 37 دول؟ نعم يا فندم، لحد امتى ال 37 دول؟ يعني ال 37 دول كانوا لحد 2012 وصلوا ل 73 كيلو ارصفه الان، وجاري تزيدتهم لاكثر من 90 كيلو ارصفه تمام بحلول 2030 تمام. الحقيقه الارصفه دي كمان معظمها تم بنائه على اعماق 18 متر عشان يمكننا من استقبال كافه انواع السفن من كافه الاجيال والانواع. وايضا طاقات المواني من الحاويات زادت من 8 مليون حاويه في السنه ايوه كان سنه 2008 الى اكثر من 12 مليون حاويه سنويا. كويس. ومستهدف وصولها ل 40 مليون حاويه بحلول 2030. كمان في البضائع طاقة المواني زادت من 170 مليون طن بضائع في السنة ايوه الى اكثر من 200 مليون طن بضائع، ومستهدف وصولها 400 مليون طن بضائع. طبعا زيادات هائلة. الحقيقة التطوير ده لم يقتصر على ميناء دون اخر، وانما شمل المواني المصرية بالكامل من جربوب غربا الى العريش شرقا، وايضا شمل مواني البحر الاحمر ايضا. الحقيقه كمان لازم نقول ان هناك ثلاث مواني جديده اضيفت زي جربوب وابي قير وبرديس. كل دول مواني ما كانتش موجوده اضيفت في الفتره الاخيره ولها اهميه يا فندم. طبعا بالتاكيد، يعني المساله كلها ان احنا عندنا كمان المواني مربوطه بشبكه سكه حديد وايضا مربوطه بنقل نهر في بعض المواني تمام. ومربوطه بشبكه طرق حديثه طولها 7000 كيلو. اذا يبقى الربط بالمواني وبالبر والبحر بقى اصبح موجود، وده ماشي مع مستهدفات الدوله المصريه في انها تحول مصر الى مركز تجاري ولوجستي عالمي. امتى يعني؟ لانه في كتير بنسمع الـ 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 الحقيقه الجمله دي والتعبير ده وهم بنسمعهم بنبقى مبسوطين. ايوه. لكن انت حضرتك شايف ان هو يعني لائق جدا على مصر انه تكون بهذه الاهميه وبهذه المكانه، وانه في ظل التحديات الموجوده في حضرتك طبعا ادرى مني، وفي ظل الخطف الموجود انجاز التعبير، خطف مشاريع وخطف افكار وخطف، فبالتالي مصر محافظه على نفسها في هذا الامر؟ الحقيقه يمكن احنا عايزين زي ما قلنا احد مستهدفاتنا ان احنا نكون مركز تجاري ولوجستي عالمي ومركز تجاري ترانزيت. تمام. والطاقات المعموله دي ما هياش معموله عشان الاقتصاد المصري، انا في تقديري انها تفوق الاقتصاد المصري، وانا قلت من البدايه انها اكثر من طاقه الاقتصاد المصري بمراحل. يبقى اذا احد مستهدفاتي ان انا اجذب التجاره الخارجيه واجذب تجاره ترانزيت عشان اولد عوائد يعني كويس تناسب ما تم انفاقه. كويس. لكن خليني اقول لسيادتك كل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام رائع وهايل. ايوه.
الا انه ينقصوا بعض الجوانب. اتفضل. احنا بنتكلم كل ده بيسموه في علم اللوجستيات ما يسمى بالهارد لوجيستكس او اللوجستيات الصلبه. انا عملت مباني وعملت انشاءات وعملت طرق وعملت قطارات، كل ده كلام عظيم. كويس. احنا عايزين نتكلم على السوفت لوجيستكس، كيف ادير هذه المنظومه عشان اطلع منها عائد. اداره هذه المنظومه محتاج بقى تطوير ومحتاج رؤيه مختلفه تماما. زي ما حضرتك تفضلت ان احنا بالرغم من مصر تستحق هذا المكان، تستحقه، وانا مصر زي ما قال الراحل جمال حمدان هي ترجمه لعبقريه الزمان والمكان، الا انه الان بيتم القفز على هذا المكان وهذا الزمان. وبنسمع عن ان في ناس بتغير الجغرافيا وبتغير التاريخ، مشروعات جديده بتضاف في المنطقه. تمام. لكن لا استطيع ان امنع احد من ينافس مشروعاتنا، لكن لغايه ما هناك ايوه لابد ان يكون عندي رؤيه كيف اواجه هذه التحديات. لابد انا عندي منطقه اقتصاديه قناه السويس. كويس. عندي قناه السويس. كويس. مش متكرره في حته ثانيه. كويس. بيمر منها 12% من التجاره العالميه. كويس. فيجب ان يكون هناك ابا شرعيا للوجستيات في مصر تنسق اطراف المنظومه اللوجستيه عشان يطلع منها عائد، ويكون عندي جهاز لتنظيم اللوجستيات يعني ينظم المنافسه ويحط معايير لجوده الخدمه. كويس قوي. بالاضافه لكده احنا محتاجين ايضا ان العماله اللي بتشتغل في هذا المجال تكون مؤهله على المستوى الدولي. يعني لو حضرتك رحت واحنا والدوله شغاله على ده يا فندم، صح؟ نعم يا فندم. يعني الدوله اللي حضرتك بتتفضل بيه الدوله شغاله عليه. انا اتمنى انه ده يعني نسرع الخطى فيه بنفس الهمه اللي احنا كنا شغالين فيها في القطاع السوفت الهارد لوجيستيك. يعني احنا اشتغلنا في الهارد لوجيستيك، التحديات فيه كانت كتير الظاهر، وانفقنا فيها كتير. عايزين عوائد على هذا الانفاق. العوائد تيجي منين؟ تيجي من ان انا استثمر هذه الجهود. صحيح. واشتغل بيها تجاره دوليه. صحيح. وابدا اجيب نقد اجنبي وابدا احسن ميزان مدفوعاتنا من خلال هذه الطاقات اللي ضختها في مصر. صحيح. وابقى جاهز للمنافسات اللي بتتم حواليا. صحيح. يعني عندي النهارده قطر سكه حديد، رويتر كلمت عنه على انه قناه سويس تجري على الارض. اللي هو اللي واصل ما بين السخنه ومطروح. مرورا بالاسكندريه والدخيله. الكلام ده انا بشتغل عليه، المفروض ابقى شايف رؤيه، انا هجيب بضايع منين واوديها فين، وابدا اشوف المنافسات اللي حواليا من الممر الاقتصادي الجديد المطروح، وكيف استطيع ان اواجهه سواء بخدمه افضل او بسياسات سعريه تنافسيه. لابد ان يكون في رؤيه لهذا الكلام. صحيح. صحيح. من ناحيه ثانيه برضو انا متصور انه لابد ان يكون الاجراءات بتاعتنا والقوانين اللازمه لانسياب البضائع وتدفقها تكون ابسط واسهل من هذا. للاسف احنا يعني مساله الافراج عن البضائع بياخد وقت طويل شويه في المواني. تمام. بالمقارنه بدول الجوار. يعني النهارده الامارات بتتكلم عن زيرو تايم للافراج عن السلع في الجمارك، بينما في السعوديه وصلوا لساعتين. احنا الموضوع بياخد ايام وربما يتجاوز ذلك. فلا يمكن ان اعمل تجاره دوليه بهذا المنظر. لابد ان انا اجراءات، ودي موضوع مش صعب، ان يكون في نافذه واحده بتضم كل الستيك هولدرز اللي في المينا. تمام. وبتخلص الاجراءات، واعتقد ان احنا يمكن خبرائنا المصريين هم اللي بينفذوا الكلام ده في المواني اللي حوالينا. يعني المفترض ان احنا نكون جاهزين باذن الله لهذا الكلام باذن الله، عشان نقدر نستفيد من الاستثمارات الضخمه اللي احنا عملناها باذن الله. يعني انا اعتقد ان احنا ان الاوان ان احنا نركز شويه على الجزء الاداره بتاعت الانشاءات بدلا من الانشاءات. الانشاءات احنا عملنا مجهود رائع، يعني نستثمر ما تم ويتوقف في شويه الى ان نصل الى العائد محقق، ونصرف من العائد بعد كده بدلا من الاقتراض. ان شاء الله. دكتور محمد علي العميد المؤسس لكليه النقل واللوجستيات، والحقيقه الكلام اللي قاله في منتهى الاهميه، والكلام اللي انا بتكلم طبعا بـ 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 بلغه المراقب ولغه المتخصص ولغه الامين في المساله دي. فان شاء الله باذن الله اللي قاله الدكتور محمد علي اكيد بيدرس، واكيد بي 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 بيتم الكلام عليه، واكيد بيتم تمنده. فالحقيقه ده كلام مهم جدا منه باعتباره متخصص في هذا الامر. فالحقيقه الدكتور محمد الصادق الكلام في منتهى الاهميه. احنا بنتكلم على
10,000 كيلو، بنتكلم على الطرق من سنة 70 ل 2014 كان عندي 90 كيلو متر، دلوقتي أنا بتعامل على الحالة اللي من عليها النقل عموما من سنة 1970 لحد 2014، وبعدين من 2014 لحد النهاردة اتكلم عليه الدكتور محمد الصادق، اتكلم عليه في قطاع الطرق، واتكلم عليه الدكتور محمد المهندس أحمد حسن خليل في النقل والتخطيط. في الإطار العام أنا الحقيقة أنا ليا يعني إيه تلات أربع حاجات صغيرة كده، بعيدة عن مش التعقيدات لكن بعيدة عن الحاجات التعبيرات الكبيرة أو اللي المواطن ممكن ما يستوعبهاش في 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 الدقيقة اللي إحنا بنتكلم فيها. أسوان القاهرة إن شاء الله بإذن الله قريب جدا هتكون المسافة 4 ساعات في القطر ما بين أسوان والقاهرة. مترو اسكندرية 26 هيكون شغال المرحلة الأولى، خلاص اشتغلت مشت، أهالينا في اسكندرية بقى ويبقوا فرحانين كده ومبسوطين بإذن الله إن شاء الله. ومع التطوير كمان بتاع عملية النقل جوه الاسكندرية بخصوص الألتر والمايوة والآخر. فأنا بكلم حضرتك بمنتهى البساطة في الـ في الـ في الـ في الأمور دي، لأنك أنت في الموضوع برضو ربط النيل غرب النيل بشرق النيل، موضوع الطرق المعمولة في الإطار ده معمول اختصار الوقت الجهد الحالة المعنوية بالنسبة للمواطن الحقيقة هتبقى مؤثرة جدا فيه، لأنه ما يلاقي كل الأمور عنده جاهزة وقائمة وصالحة للاستخدام في الفترة الجاية إن شاء الله تكون الموضوع مهم. أهم حاجة دي مكتسبات بيتم تحديدها، أنا كان بيتكلم الدكتور أحمد حسن خليل عن العاصمة الإدارية من 2002 مخطط لها وراء مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس لم تنفذ، كان السياسية نفذتها دلوقتي. اتكلم على مشاريع كتير جدا كانت معمولة المفروض كانت تنفذ قبل كده في هذا الإطار، برضو ما تنفذتش من 2002 وانتظرنا، كانت الحاجات دي تنفذت كانت ممكن تأثر تأثير كبير جدا جدا على حالة المواطن، على حالة السياحة، على الحالة العامة في هذا البلد. الحقيقة ده شغل يعني مختصر عن قطاع النقل، قطاع النقل مختصر بكافة بقى، سواء نقل بحري، نقل نهري، مترو أنفاق، نقل ذكي، أيا كان الأمر يعني. لكن في الأول والآخر دي جولة كده إن شاء الله نبقى ننزل مع حضراتكم في الشارع أو في الواقع ونشوف المسائل دي.